تحياتي ليك زميلي العزيز هاني حتحوت، وتحياتي لمشاهدي صدى البلد في كل مكان. المغرب برغم الهزيمه الا انها يعني رفعت راس كل عربي، رفعت راس كل افريقي في كاس العالم في قطر. اكيد النهارده كل الجماهير المصريه وكاننا كنا مغاربه النهارده، وكاننا كنا بنشجع المنتخب المغربي النهارده. حزين انت على خروج المغرب؟ اكيد طبعا حزين جدا على خروج منتخب المغرب. منتخب رجاله عمل شغل جامد قوي ورفع راس كل العرب والله. انت كنت قلقان من النتيجه النهارده؟ كنت قلقان ان المباراه صعبه، ولا كنت متفائل المغرب ممكن تعملها؟ لا انا كنت قلقان طبعا من نتيجه المباراه، لان طبعا فريق فرنسا فريق قوي جدا، بس كنا يعني حاسين خير ان المغرب ممكن تعمل حاجه الماتش ده، بس فريق طبعا محترم وشرف العرب كله. قول لي تقول النهارده المنتخب المغربي. والله يعني احنا كنا نتمناها مغربيه وتوصل المباراه النهائيه، ولكن ان شاء الله احنا على البرونزيه امام كرواتيا ان شاء الله. كل الامال وكل التوفيق للمغاربه اللي قدموا ورفعوا راس العرب كلهم على مستوى واحد فوق عاليا خفاقا باذن الله تعالى. فتحياتي للمغاربه كلهم وتحياتي للعرب، شرفوا طبعا الدول العربيه. المغرب النهارده في الشوط الثاني عملت جيم كويس، كنت متوقع ان هو ممكن ترجع للمباراه؟ حاجه كده طبعا، لكن العامل البدني اثر عليهم كتير طبعا، يعني رفعوا راسنا. منتخب فرنسا فرصتين يعني، وطبعا الفرصه بتاعت القائم، ولكن المغرب سيطر على المباراه كامله مكمله، ولكن غاب التوفيق النهارده، فرص اكتر من رائعه، لكن النهارده لكن لسه ان شاء الله المركز الثالث للمغرب باذن الله. المغرب رجاله رجاله رجاله، ويا ريت احنا المسؤولين عندنا يشوف المغرب عملت ايه ويعملوا زيهم. ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل كاس العالم بعد 4 سنين، وفي نفس الوقت لازم نتعلم من التحكيم ومن الاداره ومن الجمهور. شوف الجمهور قد ايه، بلد 3 مليون نسمه، وفي جمهور قد ايه ومتحكمين فيهم. اكيد زميل عزيز انا هتحط، دي كانت اراء الجماهير المصريه اللي اكيد يعني فرحه للمنتخب المغربي وحزن لعدم وجود مصري في هذه المكانه، واكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري ان هو يكون في الاعوام القادمه في كاس العالم القادم موجود وفي النهائي ان شاء الله. لكن في عوده من جديد.